بأي حال خصو الإنسان يحيط باستقلال لأنه باغي فينا الخدمة. وانتوما اللي غادي تنصرونا إن شاء الله، انتوما نساو الرجال اللي غادي تنصرونا. أنا عندي معلومات من حزب الاستقلال، من الناس اللي جابوا لنا الأسماء ديالهم، قالوا نحن معاكم بأن عندنا رقم مهم، ولكن الرقم ماشي هو الأساس، الأساس هو لكل فعل، وتمشيو كلكم انتوما وعائلاتكم والتجار والكليان ديالكم تصوتوا إن شاء الله يوم 7 أكتوبر بكثافة على رمز الميزان. غادي تلقاو إن شاء الله واحد الوريقة بحال هكا، غادي تحلوها غادي تلقاو جوج ميزانات في المرتبة الثانية، وغادي تفكروا عمر نهار اللي قال لكم عندكم جوج عينين، غتلقاو جوج ميزانات في المرتبة الزوجة مش غير زوج، باش قلت لكم غادي نجيبوا جوج، مش غير زوج، باش إن شاء الله في التعليم يجيبوا جوج. وحزب الاستقلال في المرتبة الزوجة، وغادي ديروا إن شاء الله جوج ميزانات، ميزان على اللائحة المحلية، باش غادي تصوتوا على الإخوان اللي في اللائحة المحلية، والميزان الثاني على اللائحة الوطنية، باش إن شاء الله طلعنا الأستاذة أول مرة مرأة مجدية استقلالية، وغادي نصوت في الحديقة اللائحة الشبابية على التسجيل. نشكركم أنهم الحلقة عسكونا، حيت ما جابوكمش صبرتوا، كان جابوكم كراكم داخلين خارج. صبرتوا لأنكم اقتنعتوا وجيتوا عندنا. نشكركم والله يعطيكم العز. العز كما عزيتوا حزب الاستقلال هذه السنة، أنا قلتها الصبح وبصراحة ونقولها لكم، وخا عام درت الانتخابات مع الوالد الله يحفظه عندي 6 سنين، أقسم لكم بالله ما عمر حزب الاستقلال ما كانت عنده الشعبية بحال هذا. إن ينصركم الله لا أعلم. شكرا والسلام عليكم.